عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى منادي: يا أهل المنزل، أتأذنون لي بالدخول ولكم إلي حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: هذا إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فقال عمر بن الخطاب: أتأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟ فقال النبي: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ لكن افتحوا له الباب، فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما يحدثكم. ففتح له الباب فدخل علينا، فإذا هو شيخ أعور وفي لحيته سبع شعرات كشعر الفرس الكبير، وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير، وشفتاه كشفتي الثور. فقال: السلام عليك يا محمد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. فقال النبي: السلام لله يا لعين، قد سمعت حاجتك، فما هي؟ فقال له إبليس: يا محمد، ما جئتك اختيارا، ولكن جئتك اضطرارا. فقال النبي: وما الذي اضطرك يا لعين؟ فقال إبليس: آتاني ملك من عند رب العزة فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تأتي لمحمد وأنت صاغر ذليل متواضع، وتخبره كيف مكرك ببني آدم، وكيف إغواؤك لهم، وتصدقه في أي شيء يسألك. فوعزتي وجلالي، لئن كذبته بكذبة واحدة ولم تصدقه لأجعلنك رمادا تذروه الرياح، ولأشمتن الأعداء بك. وقد جئتك يا محمد كما أمرت، فاسأل عما شئت، فإن لم أصدقك فيما سألتني عنه شمتت بي الأعداء، وما شيء أصعب من شماتة الأعداء. فقال رسول الله: إن كنت صادقا فأخبرني من أبغض الناس إليك. فقال إبليس: أنت يا محمد أبغض خلق الله إليك، ومن هو على مثلك؟ فقال النبي: ماذا تبغض أيضا؟ فقال إبليس: شاب تقي وهب نفسه لله تعالى. قال: ثم من؟ قال: من يدوم على طهارة ثلاثة. فقال النبي: ثم من؟ فقال إبليس: فقير صبور. فقال النبي: وما يدريك أنه صبور؟ فقال إبليس: يا محمد، إذا شكى ضره لمخلوق مثله ثلاثة أيام لم يكتب الله له عمل الصابرين. فقال النبي: ثم من؟ قال: غني شاكر. فقال النبي: وما يدريك أنه شكور؟ فقال إبليس: إذا رأيته يأخذ من حله ويضعه في محله. فقال النبي: كيف يكون حالك إذا قامت أمتي إلى الصلاة؟ فقال إبليس: يا محمد، تلحقني الحمى والرعدة. فقال النبي: ولما يا لعين؟ فقال إبليس: إن العبد إذا سجد لله سجدة رفعه الله درجة. فقال النبي: فإذا صاموا؟ قال إبليس: أكون مقيدا حتى يفطروا. قال: فإذا حجوا؟ فقال: أكون مجنونا. قال النبي: فإذا قرأوا القرآن؟ فقال إبليس: أذوب كما يذوب الرصاص على النار. فقال النبي: فإذا تصدقوا؟ فقال إبليس: فكأنما يأخذ المتصدق المنشار فيجعلني قطعتين. فقال له النبي: ولما ذلك يا أبا مرة؟ فقال إبليس: إن في الصدقة أربع خصال، وهي أن الله تعالى ينزل في ماله البركة،
وحببه إلى حياته، ويجعل صدقته حجابا بينه وبين النار، ويدفع بها عنه العاهات والبلايا. فقال له النبي: فما تقول في أبي بكر؟ فقال إبليس: يا محمد، لم يطعني في الجاهلية، فكيف يطيعني في الإسلام؟ فقال النبي: فما تقول في عمر بن الخطاب؟ فقال إبليس: والله ما لقيته إلا وهربت منه. قال النبي: فما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال إبليس: أستحي ممن استحت منه ملائكة الرحمن. قال النبي: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال إبليس: ليتني سلمت منه رأسا برأس، ويتركني وأتركه، ولكنه لم يفعل ذلك قط. فقال رسول الله: الحمد لله الذي أسعد أمتي وأشقاك إلى يوم معلوم. فقال له إبليس اللعين: هيهات هيهات، وأين سعادة أمتك وأنا حي لا أموت إلى يوم معلوم؟ وكيف تفرح على أمتك وأنا أدخل عليهم في مجاري الدم واللحم وهم لا يروني؟ فوالذي خلقني وأنظرني إلى يوم يبعثون لأغوينهم أجمعين، جاهلهم وعالمهم، وأميهم وقارئهم، وفاجرهم وعابدهم، إلا عباد الله المخلصين. قال النبي: ومن هم المخلصون عندك يا لعين؟ فقال إبليس: أما علمت يا محمد أن من أحب الدرهم والدينار ليس بمخلص لله تعالى؟ وإذا رأيت الرجل لا يحب الدرهم والدينار، ولا يحب المدح والثناء، علمت أنه مخلص لله تعالى فتركته، وأن العبد ما دام يحب المال والثناء وقلبه متعلق بشهوات الدنيا فإنه أطوع مما أصف لكم. أما علمت يا محمد أن حب المال من أكبر الكبائر؟ يا محمد، أما علمت أن لي 70,000 ولد، ولكل ولد منهم 70,000 شيطان، فمنهم من قد وكلته بالعلماء، ومنهم من قد وكلته بالشباب، ومنهم من وكلته بالمشايخ، ومنهم من وكلته بالعجائز. أما الشبان فليس بيننا وبينهم خلاف، وأما الصبيان فيلعبون بهم كيف شاءوا. أما علمت يا محمد أن برصيصا الراهب أخلص لله 70,000 سنة؟ كان يعافي بدعوته كل من كان سقيما، فلم أتركه حتى زنى وقتل وكفر، وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أما علمت يا محمد أن الكذب مني، وأنا أول من كذب، ومن كذب فهو صديقي، ومن حلف بالله كاذبا فهو حبيبي. أما علمت يا محمد أني حلفت لآدم وحواء بالله أني لكما لمن الناصحين؟ فاليمين الكاذبة سرور قلبي، والغيبة والنميمة فاكهتي وفرحي، وشهادة الزور قرة عيني. ومن حلف بالطلاق يوشك أن يأثم ولو كان مرة واحدة، ولو كان صادقا، فإنه من عود لسانه بالطلاق حرمت عليه زوجته، ثم لا يزالون يتناسلون إلى يوم القيامة، فيكونون كلهم أولاد زنا، فيدخلون النار من أجل كلمة. يا محمد، إن من أمتك من يؤخر الصلاة ساعة فساعة، كلما يريد أن يقوم إلى الصلاة لزمته فأوسوس له وأقول له: الوقت باق وأنت في شغل، حتى يؤخرها ويصليها في غير وقتها فيضرب بها في وجهه.